يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في هذه القاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه؟ هذا قول لبعض العلماء، أن شرع من قبلنا له حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون شرعنا قد نسخه، فهذا لا يجوز لنا العمل به، مثل القبلة، القبلة إلى بيت المقدس، لا يجوز لنا الآن أن نستقبل بيت المقدس لأن هذا نسخ ونهى عنه الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يكون شرعنا أقر شرع من قبلنا، فنحن نعمل بهذا لأن شرعنا أقر هذا وتوافق الشرعان. الحالة الثالثة أن لا يكون شرعنا قد منعه ولا أجازه، فهذا نتوقف فيه. نعم.